إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بص، يعني نصر أكتوبر ده بخلاف ان هو ملحمة مهمة جدا 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 جدا، وانا من الناس اللي مؤمنة بانه مش مجرد نصر عسكري بس قام بيه الجيش المصري، لكن تأثيرات ما قام بيه الجيش المصري على المجتمع الاسرائيلي تأثيرات لا زالت موجودة لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي دي، ويمكن ليها حديث اخر. لكن اكتوبر بدأت من ايام حرب الاستنزاف، وحرب الاستنزاف بدأت فورا بعد يونيو 67. يعني خلي بالك، هو الجيش ما وقفش مكتوف اليد وبيبص حواليه اطلاقا، بدأ العمل فورا. خليني ارحب وبشدة وليا كل الشرف من احنا معانا سيادة اللواء نصر سالم، احد ابطال الحرب ورئيس جهاز الاستطلاع الاسبق. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، ازاي الحال؟ كله تمام الحمد لله. يمكن أنا جزء من الكلام اللي كنت بقوله أنه الحرب عمليا أو هذا النصر بدأ من أول ما بدأنا الاستنزاف، صح؟ بدأ من يوم 5 يونيو 67. من يومها؟ يومها. إزاي يا فندم؟ أقول لك، إحنا اللي حصل في 67 زي ما الرئيس السادات رحمة الله عليه قال أن القوات المسلحة كانت ضحية من ضحايا النكسة ولم تكن أبدا سببا من أسبابه. اللي حصل إن جيش خد أمر بالانسحاب قبل أن يرى العدو اللي راح يحاربه، يعني مجرد قوات الجوية الإسرائيلية عملت الضربة بتاعتها، قائد العام للجيش وقتها الله يرحمه عبد الحكيم عامر، حصل الكلام ده، هو في الطيارة نزل خد قرار بسحب الجيش وود أوامر فعلا بسحب الجيش من سيناء. ناس رجعت ما تعرفش رجعت ليه، تمام. يوم 9 يونيو 67 كان آخر دبابة وآخر مركبة لنا بتعبر القناة ورجعت، وتم نسف المعابر اللي قواتنا ارتدت عليها أو عبرت عليها للغرب خشية أن أي قوات إسرائيلية تعدي وراها، تمام. الحالة طبعا كانت ضبابية، الكل مش عارف إيه اللي حصل. طب احنا بننسحب ليه؟ احنا لسه ما حاربناش. إشارة المجموعات استطلاع اللي هي تبع القوات اللي انسحبت، يعني أي تشكيل فرقة أو لواء من القوات المقاتلة دي ليها عناصر استطلاع زي ما ليها عناصر مقاتلة زي ما ليها عناصر معاونة. الاستطلاع ده شغلته إن هو بيبقى مجرد ما فيه اشتباك بالعدو بيبقى بينفصل عن الجسم القوى الرئيسية بتاعته، وشغلته ان هو يصاحب العدو اينما كان ويبلغ عن المعلومات دي لقائد هذه الوحده او قائد التشكيل اللي بيتخذ الاجراءات ضد هذا العدو، سواء يضربه بمدفعيه مناوره بالقوات بكل الوسائل القتاليه اللي معاه. اللي حصل لما القوات ارتدت، عناصر الاستطلاع ما رجعتش لان وضعها الطبيعي انها مع العدو والعدو ما زال في سيناء، فكل عناصر الاستطلاع موجودة في سيناء. زي ما بقول دايما، كان أول شعاع نور في عتمة النكسة تراه القيادة العامة أمامها، وكان القرار الصحيح 100% أول ما لقوا الناس دي بتتصل كأنهم مسكوا خلاص، ما أنا شايف العدو أهو. فكانت الأوامر أن تستمر هذه المجموعات، بس المجموعات دي ما عندهاش القدرة أنها تقعد أكتر من أسبوع 10 أيام بالكتير، لأسباب ان ديت في مركبات قتال لها معاها وقود لمدى معين، معاهم هم اكل لمدى معين، ميه، استهلاك مش هيكفي اكتر من لو يعني هم 3 4 ايام هيقعدوا بيهم اسبوع، هيقعدوا بعشر ايام اكتر من كده لا. فلازم، وبعدين ايه، ما يصحش ابدا ان اي قائد يغفل عن العدو او معلومات العدو تتوقف للحظه. فكان القرار اللي خدته القيادة العامة وقتها بسرعة تجهيز مجموعات استطلاع جديدة بس بشكل تاني بقى، يعني المجموعة اللي جوه مثلا ممكن تبقى 20 فرد ومعهم دبابات أو مركبات مدرعة، لا ده أنا دافع مجموعة عبارة عن 2 ل3 فرد
بجهاز لاسلكي بمواصفات عالية جدا، معهم أجهزة أكثر دقة وأكثر كفاءة، إنما هم هيشتغلوا بقى إيه؟ أفراد صغيرين، ومع التنسيق مع بدو سينا يشتغلوا معهم كأدلاء، يوفروا لهم الأكل، يوفروا لهم وهكذا. وبدأ على طول إن إيه؟ ندفع المجموعات دي ونسحب اللي موجود في سينا. استمر هذا العمل لمدة سنوات ستة كاملة، من يونيو 67 لحد أكتوبر 73 وما بعدها. يعني هذه المجموعات زي ما بقول لم يخلو جبل في شبه جزيرة سيناء من مجموعة استطلاع خلف خطوط لمدة الست سنوات اللي قبل الحرب. الكامن أجمل وأعظم من كده كمان أن رحمة الله عليه الزعيم جمال عبد الناصر كان حريص أنه يلتقي قادة المجموعات دي لما يرجعوا ويقابلهم فين؟ مش في مكتبه، ده زي دلوقتي كده في بيته بعد ما يخلص الناس دي تروح وتقعد معاهم ويقعد يحسوا انهم قاعدين قاعده ابويه. ده ما عندكش فكره، دي كانت بترفع مع... كنا بنتخانق من عشان نرجع، عايزين نرجع نقعد مع نشوف عبد الناصر طبعا، واخد بالك؟ فمن هنا ادي ايه؟ ان احنا لم نفقد اراده القتال، ده من اول يوم الناس دي استمرت وقاعده، يعني قاعده هنا يعني في حرب. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى شوف رد الفعل بتاع القوات. صحيح القيادة بدأت تغير بعد عودة عبد الناصر يوم 9، ودي قصة نحكيها 9 و10 يونيو بعدين. بدأ على الفور الناس ايه زي بنقول تلملم جراحها وتتنظم تواجدها بقى، دفاع في خطوط دفاعية او تأمين القناة عشان نبني القوات قادرة على القتال مرة اخرى. نجد ايه عندك مثلا يوم 1 يوليو، ده ما عداش اسبوعين اهو او 3 على الجيش ما انسحب، كان فضلت بور فؤاد لم يحتلها العدو الاسرائيلي، فقال لك طب ناخدها بالمره، فراح دافع على سريه دبابات عشان تحتلها، فصيله صعقه واجهتها، فصيله صعقه بالاربجيهات كده، دمروا نص الدبابات والباقي رجع. حاول العدو مرتين ثلاثه وفي الاخر بقيت بور فؤاد حرة مستقلة لم تطأها أقدام العدو أبدا لحد ما إيه ما رجعنا سينا كلها. آدي يوم 1 يوليو. طيب اتغير بقى قوات الجوية، خلي بالك كان طيران اتدمر، اتعين قائد قوات جوية جديد الله يرحمه الفريق مذكور أبو العز، الراجل ده كان محافظ أسوان، راح جايبينه من المحافظة، تعالى سيادة المحافظ امسك، كان في لخبطة، راجل ضابط محترم، ضابط قائد مقاتل باللي موجود، لملم القوات دي يوم 14 و15 يوليو، ده ما فيش شهر اهو. الطيارات اللي عنده اللي لملمها وصلحها راح داخل عامل بيها هجمتين على القوات الاسرائيليه اللي موجوده في سيناء. ده جيش أكبر. ده جيش مهزوم ومتدمر وطيران خلصان على الارض. ادي الروح اللي كانت اعظم واحلى بقى كمان يوم 21 اكتوبر من نفس السنه 67 اكبر مدمره، المدمره ايلات اللي جايه بقى ايه استعراض عضلات بقى وغلبناكوا وضربناكوا، ويعني انت عارف ماشيه بقى ايه قدام بورسعيد كده، جت مخطر قدام بورسعيد. اهلا وسهلا، طلع لها لانشين صواريخ جابوها قاع البحر المتوسط، وباخلاق الفرسان الصليب الاحمر يا جماعه انتوا خلاص غرقتوهم، سيبوهم يجيبوا بقى القتله والبتوع بتوعهم، وقفوا تحت حمايه تحت حمايه اللانشات الصواريخ بتاعت انزل لم القتله بتوعك وخدهم وارجع، لان ده كان في المياه الاقليميه بتاعت، اقعد اهو لم وارجع. هل هو ده عايز تقول لي ده جيش اتدمر وانسحب؟ هو هناك قرار خطا بالانسحاب، دفعنا ثمنه ان مفيش حاجه اسمها ارتداد بالمنظر ده، لكن ما الأيام التي تلت ذلك لا. اللي سيادتك قلته يا فندم جملة فيهم بالنسبة لي ذات وقع مذهل، احنا جيش ما تهزمش، احنا ما دخلناش الحرب علشان نتهزم، ده حقيقي، لأنه أنا اتولدت سنة 75، فالجيل بتاعي هقدر أقول اتحقنا جملة هزيمة 67، اتهزمنا في 67، الجيش اتهزم في 67. الجملة حضرتك قلتها جملة ذات دلالة مهمة جدا،
ومدلل عليها باليقين، انا ما حاربتش عشان اتهزم، المهزوم هو اللي حارب، انا لسه ما حاربتش، ده انا اتسحبت قبل ما ابدا. ده حقيقي. اقول لك حاجه تانيه عشان بس نشوف اللي بيحصل في سيناء دلوقتي ونعرف قد ايه كان هناك حالة من الايه، مش عايز اقول التغييب او الخطأ او لكن المهم ايه، ان تصل متأخرا افضل من الا تصل. اقصد سينا تحديدا، ربنا خلق شبه جزيرة سينا دي في ثلاث مصفوفات جبلية، حائط الشرق لسينا على الحدود على طول، حائط الاوسط، الحائط الايه الغرب لسينا، بأي قدر من قوات تتمسك بحائط من دول اللي يفوت يموت. انت تقول لي ما احنا سبناها ازاي في 56 صدرت امر بانسحاب، ولو نكت صح، لان انت فوجئت الاسرائيليين هاجموا يوم 29 اكتوبر 56 وواجهناهم بمنتهى الشراسة، وده كلام شارون اللي كان قائد القوى اللي هجمت. يوم 30 اكتوبر الانذار الانجليزي الفرنسي بيقول لك المصريين ينسحبوا، يسيبوا سيناء وينسحبوا الى الخط 10 كيلو متر غرب قناه السويس، واسرائيل تنسحب فين؟ الى الخط 10 كيلو متر شرق قناه السويس، لكي تقوم القوات الفرنسيه والانجليزيه بتامين باحتلال ضفتي القناه وتامين الملاحه الدوليه. رفضوا عبد الناصر يوم 30 تحتل بفر زون. ده هو ده، انت اسرائيل لسه في حدودها، ده بيقول لك اسرائيل تنسحب ازاي؟ يعني تاخد سينا كلها وتقف على مسافه 10 كيلو من القناه، والمصريين بقى يسيبوا لها سينا ويرجعوا. فانت رفضته طبيعي. طبعا. راح جاي يوم 31 اكتوبر بالظبط، والقوات الجويه الفرنسيه والانجليزيه ضربت جميع مطاراتنا، وعلى طول بدا ينزل مظلات في بورسعيد، وبدا الاسطول الانجليزي والفرنسي يخشوا على بحيره البرولوس وعلى بورسعيد. فكان لازم تسحب جيشك، لان الهدف هنا قناه السويس وكل جيشك في سينا، فانت انسحب. انما في 67 كانت مهزله، خطا لا يغتفر لمن اتخذ هذا القرار. فانا بقول اهو وبكررها، ان لو ترك الجيش المصري بدون اوامر انسحاب ما وصل العدو الاسرائيلي الى خط المضايق باي حال من الاحوال. لو اتكعبل كده في ولادنا والله ما كان هيقدر، مش كانش هيقدر يقاوم الخسائر اللي هتحصل له عشان يوصل لخط المضايق اللي هو من شرق لحد قناه السويس 70 ل 80 كيلو. دي غلطه انك سبتها. هذه المنظومه يعني تداركناها، بدأنا سينا خلاص. انت مشكله سينا دلوقتي انها مطمع على طول، انهم بيعتبروها هي دي الحل بتاع القضيه الفلسطينيه. ده الادبيات الاسرائيليه والامريكيه ان هي دي تبقى الحل. ليه؟ عشان فيها فقر سكاني وفرد فقر ديموغرافي. طيب لاول مره يجي من يقول ادي المرض وادي العلاج. كان الاول كلنا بنقول في ايه المرض، لما محدش شخص العلاج. اللي قال العلاج هو الراجل اللي موجود دلوقتي، عبد الفتاح السيسي، اللي خصص 7 مليار جنيه لاعمار سينا، اللي انهى الفصل القسري اللي بين سينا وبين الوطن الام. 6 أنفاق موجودين، بعد ما كنت تبيت ليلة عشان تعدي الناحية التانية بقيت في دقائق بتعبر. وأنا بكلم حضرتك دلوقتي بيعبر تحت قناة السويس يوميا 2 مليون متر مكعب مية عشان تروي النص مليون فدان اللي انت صلحتهم، غير الأراضي التانية اللي انت بتصلح فيها.